السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أكل السمك قال: اللهم بارك لنا فيه وابدلنا به خيرا منه. هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أكله السمك. أيضا قال جعفر بن محمد عليه السلام: وأكل التمر بعده يذهب أذاه. يعني مثل ما ذكرنا أحبائي المشاهدين في الحلقات السابقة أنه كل شيء بمنفعة ومضرة، ولكن اللي يرفع المضرة اللي بالسمك شنو؟ أنه تأكل تمر من بعده. أيضا عن الحميري قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أشكو إليه، يشتكي إلى الإمام أبي محمد عليه السلام، النبي دما وصفراء، فإذا احتجمت هاجت الصفراء. يعني إذا رحت سويت حجامة راح تهيج الصفراء علي، وإذا أخرت الحجامة أضر بي الدم. فهو محتار مسكين، فما ترى في ذلك؟ فكتب إلي الإمام: احتجم وكل أثر الحجامة، يعني احتجم وأكل بعد الحجامة مباشرة سمكا طريا بماء وملح. فاستعملت ذلك، أكلت بعد الحجامة سمك طري بماء وملح، فاستعملت ذلك فكنت في عافية وصار ذلك غذائي. يعد السمك من الأغذية الصحية الغنية بالبروتين وأحماض الأوميجا الدهنية المهمة والمسؤولة عن صحة القلب والدماغ. وللسمك فوائد عديدة، منها: يعزز نمو وعمل الدماغ والخلايا العصبية، يحافظ على صحة المفاصل والعظام، يعزز صحة العيون ويقوي النظر، يساعد على خفض ضغط الدم، مضاد للاكتئاب، يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المناعية، يحسن من مرونة الأوعية الدموية، يحافظ على ترطيب البشرة، يقلل من مشاكل مرض الربو، يحد من تجلط الدم. أيضاً أحبائي المشاهدين، ورد في طب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أنه يقول: واحذر أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة. اللي يأكل بيض لا يأكل سمك، مثلاً يتريق بيض لا يتغدى سمك، لأنه بيضرر، والكل يعرف هذا الشيء أتوقع. فإنهما متى ما اجتمعا في جوف الإنسان ولد عليه النقرس والقولونج والبواسير ووجع الأضراس. نسأل الله العافية للجميع، والله يتقبل صيامكم وقيامكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.